الافريقي بيروح على اصرار على مواجهه هذا المشوار المميز. هذه كره للترجي، بلال بالساحه خطيره، بلال ركله جزاء، ضربه جزاء للترجي في 25 دقيقه. نعم البي بي اس، البي بي اس، بلال بالساحه وركله جزاء للترجي يعلنها على اليوم ليون بعد جذب من القميص. يتصدى عاطف خنيسي تخيلي، طه ياسين، جول طه ياسين الخنيسي. عاداتك يا هداف، عاداتك الشباك. طه ياسين يسجل الهدف الاول، يهز الشباك 1-0 في قمه العاصمه التونسيه. الخنيسي من علامه الجزاء يضرب قوه، 1-0 هدف اول للمكشخه في شباك عاطف الدخيلي. ثالث الاهداف التي تهتز لها شباك النادي الافريقي هذا الموسم في البطوله وفي الاشواط الاولى. الخنيسي يسدد على يمين الدخيلي، 1-0 هدف اول في المباراه، ونقص عددي للنادي الافريقي في اول نصف ساعه. الافريقي سيكمل المشوار بنقص عددي، والترجي متقدم بهدف. ترجع مرة أخرى كرة في الوسط للترجي، فوسيني كوليبالي. 10 دقائق أخيرة لنهاية هذا الشوط الأول. إدريدي يحاول إنهاء هذه الفترة بأخف الأضرار. 1-0 ثم ممكن هناك تعديلات أخرى على التشكيلة. الشعباني يريد استغلال هذه الفترة، فترة القوة، لتسجيل هدف ثاني، هدف الاطمئنان على درب العاصمة. ترجع مرة أخرى كرة قصيرة، الترجي دور في الكرة، ملعوبة طويلة، العبيدي خطأ، الهوني، أوه خطيرة. حمد الهوني بعد رحيل سعد بقير لأبها السعودي، حمد الهوني أصبح وزير السعادة الجديد في المكشخة. الهوني هو العيادي الحمروني النسخة الليبية، الهوني هو الحمروني نسخة 2020، الجوهرة السوداء، الرسام في ساق ريشة، الهوني في ساق ريشة. عملية فنية ممتازة في البوكس في منطقة الجزاء، ركنية للترجي، مقطوعة على النادي الإفريقي. الإفريقي يقبل اللعب، الإفريقي يقبل الضغط في هذا الشوط الأول. متأخر 1-0، الترجي يضغط، ترجي يلعب الكل في الكل. ترجع مرة أخرى كرة ترجية إلى فوسيني كوليبالي، كوليبالي انطلاقة، طه ياسين الخنيسي، الخنيسي فوسيني، التسديدة كان، صوت العارضة كان مسموع في رادس، صوت العارضة كان مسموع في رادس بصاروخ كوليبالي. تتواصل الهجمة، كرة خطيرة وعاطف الدخيلي مرة أخرى، صاروخ كوليبالي بعد اسيست من طه ياسين الخنيسي. اهي الصورة، اهي الكورة، اهي الشوطة، بابا 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 اوبا 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 اوبا. كرة كوليبالي في آخر اللحظات، في آخر زمن من هذه الفترة الأولى، 5 دقائق للنهاية. الإفريقي يرجع للهجوم بكرة المدافع فخر الدين الجزيري. الكينغ وسام بن يحيى في الدربي رقم 23، اللاعب الوحيد من الفريقين في البطولة المحترفة اللي يوصل لهذا الرقم على مستوى المشاركات في الدربي. وسام يرفع الكرة خطيرة على دفاع الترجي، تعود باسيلو كوبورا، هدف التعادل، هدف التعادل. الجزيري فخر الافريقي، الجزيري يضرب، الجزيري سجل 1-1 في سيناريو غير منتظر للترجي. عودة بروح الإصرار بهدف المدافع فخر الدين الجزيري، هدف مقابل هدف، هدف المدافع فخر الدين الجزيري يعيد ترتيب الأمور، يعيد الدربي لنقطة البداية. ارتباك دفاع الترجي في كرة ثابتة، باسيرو يمهد، والجزيري في مركز قناص، مركز 9، راس حربة، يضع الكرة في مرمى معز بن شريفية. 1-1 مع نهاية الشوط الأول. يسجل الإفريقي، يعود رغم المرور بفترة صعبة، رغم المباراة
إذا تضرب فيه الكرة للفريق اللي جات من عنده الكرة، واللي جات من عنده هو الترجي، والكرة تعود للمكشخة بلمسة ممتازة، كرة للهدف الثاني. أوبا أوبا أوبا، يضيع الهدف الثاني حمد الهوني، يضيع هدف ثاني، يهدر كرة كانت ممتازة جدا مليمترية، باس روعة لخنيسي بالرمضان، يعطيك باس يخرجك من غير فيزا من غير تأشيرة، يحط الهوني راس راس، يحط الهوني وجه لوجه، يسدد بالقدم اليسرى، لكن كانت في المنعرج الشمالي في فراج الافريقي كرة الهوني الأخيرة. يا شريدي كرة من الياس شتي، تعود عبد الرؤوف، ملعوبة طويلة للترجي في اتجاه حمد الهوني، هوني حمدو، حمدو الهوني يعطي كرة شتي، توزيعة خطيرة والرأسية للحارس عاطف الدخيلي، رأسية الظهير المتألق إيهاب المباركي، ابن مدينة الجلاء، ابن عاصمة الشمال، النادي الرياضي البنزرتي، عودة للتألق، عودة للبروز، عودة لاشتغال خطة الظهير الأيمن للترجي بعد إصابة سامح الدربالي قبل البلاء الحسني. يعقوب يلعب مع الترجي، يلعب مع الافريقي، يلعب الدربي مع الاثنين، كوليبالي فنيات حاضرة في دربي العاصمة دون ضغوطات دون مركبات، حمد الهوني انطلاقة خطيرة، كرة ملعوبة للترجي، ترجع بلال بن ساحة يضغط من جديد لمكشخة، شيخ الأندية بكرة رأسية من طه ياسين الخنيسي، ابعاد من مقاسية حمزة العقربي، صابر خليفة في الدقيقة 90، صابر خليفة يعود بعد آخر مباراة لعبها مع النادي الإفريقي كانت نهائي الكأس 2018 أمام ليتوال، 4-1، وصابر خليفة سجل ثنائية. ترجع الكرة مرة أخرى إلى الياس شتي، شتي مع معز معتز الزمزمي، والكرة خطيرة، تصويبة فوسي نيكوليبالي، الترجي يعول على التسديد من بعيد، الترجي يحاول من خلال التسديدات للقادمون من الخلف، بنغيث وكوليبالي، الشتي يتسرب، التمهيد بكرة كانت خاطئة من دفاع النادي الافريقي دون متابعة دون رقابة، كوليبالي سدد خارج المرمى من ساحة. مباراة تكتيكية أساسا في هذه الفترة الثانية بين معين الشعباني والأسعد الدريدي، إلى حد الآن متعادلة متعادلة في النتيجة، لكن في السيطرة الأسبقية النسبة الأكبر للترجي في الاستحواذ، كورة بلال بن ساحة، أوه روعة، ممتاز جدا عبد القادر بدران، أوه كورة على غاية كبيرة من الروعة، لو سجل هذا الهدف سيكون من وحي الخيال، أعجوبة، رائع، مذهل، ازدواجية ومقاسية عبد القادر بدران، يا سلام على مهارة عاطف الدخيلي، امتياز كبير كان لبدران والأميز كان عاطف الدخيلي في التصدي، يا سلام يا سلام يا سلام، هكذا هي الصور في درب العاصمة، هذه الكرات لن تشاهدها مشاهد قدام جزائرية، بدران ملعوبة بلال بن ساحة، انطلاقة لحمد الهوني، يغير مركزه حمد لليمين، بلال كرة للترجي مرفوعة خطيرة، ماذا هناك يا عليوم، ماذا هناك يا كامروني، خطيرة كانت هجمة الترجي، كرة تجاوزت الخط النهائي للميدان، ماذا الصورة 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 الصورة، بلال بن ساحة، نعم نعم نعم، قبل لمسة اليد الصورة كانت خارج الميدان، وبطاقة صفراء لعاطف الدخيلي، اليمنية يشهر بطاقة جديدة بعد حالة الطرد، والكارت الأصفر الثاني لآدم التاوس منذ الدقيقة 27. هذه الكرة، هذه الإعادة، لكن ننتظر
الديربي عنده مفاجآت والديربي عنده أحكامه. الديربي غير قابل للتكهن مسبقا. ترجع مرة أخرى وترى تعود كرة ترجية لمباركي. عبد الرؤوف بن غيث يرفع بن غيث، تعود الكرة فوسيني كوليبالي وسط ميدان الترجي، قدم يلعب في 30 متر الأخيرة في دفاع الإفريقي، ملعوبة ممتازة. أوه حمزة العقربي، ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ هل هي ركلة جزاء؟ هل هي ركلة جزاء للترجي في 78؟ماذا تفعل يا معين؟ ماذا تفعل يا معين؟ المدرب يلزم يكون أكثر رسانة مع تعامل مثل هذه العمليات. ركلة جزاء، اليد مرفوعة من حمزة العقربي، ما فيهاش. هذه الصورة تنطق وحدها، هذه الصورة تعلق وحدها، اليد مرفوعة خارجة على الجسم، واضح القانون. هذه الكرة لمست يد مباشرة، ركلة جزاء، ما فيهاش كلام للترجي. حكم المباراة اليوم ما شاهدهاش المساعد الأول، ممكن تغافل عليها، ما شاهدهاش. والكرة تعود من ركنية للترجي في دل. لكل عرضية الترجي عاطف الدخيلي رجل المباراة اليوم بالنسبة للسيا، بالنسبة للترجي لا أخير لاعب على لاعب، الكل قدم أداء محترم، عطى كبير. ترجع مرة أخرى كرة وترى للترجي، انطلاقة مع عودة دفاعية للنادي الإفريقي. من هناك يذهب حمد الهوني، حمدو الياس شتي، التوزيع العرضية، الكرة الرأسية خطيرة، جول خطيرة، جول خطيرة، جول فوسيني كوليبالي. مساء أحمر وأصفر يحلق في سماء تونس، مساء أحمر وأصفر يحلق في سماء تونس. وراء كل هدف قصة، وقصة هدف ثاني للترجي من الماركة المسجلة من فوسيني كوليبالي، من تأليف إلياس شتي وحمد الهوني، ومن الهداف فوسيني كوليبالي، شخصية البطل في قصة الهدف، في كورة بلمسة بخطأ، هو لمس، هو ضرب، هو سجل، هو أعطى الثاني للترجي في آخر المباراة. يا لها من قمة، يا لها من مباراة، يا له من ديربي في لحظات، في ثواني. الترجي يفك شفرة دفاع النادي الإفريقي عن طريق الإيفواري كوليبالي. كوليبالي 2-1 للترجي، فوسيني كوليبالي الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي، يشعل به مدرجات ملعب أولمبي رادس في لحظات أخيرة من هذه المباراة. مل كوليبالي عليك يا الترجي، مل فوسيني عليك يا مكشخة فوسيني. اسمع 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 الاجواء في رادس، نار يا حبيبي، نار يا عيني يا عيني يا عيني. جماهير تتفاعل تدعم بفريقها، في اعتقادي الشخصي جمهور الترجي هو السجل الثاني. نعم في دربيات هناك جزئيات غياب جمهور الافريقي، عن دربي اليوم ممكن. السيره 4 دقائق وقت بديل، 4 دقائق أخيرة من عمر وزمن هذا الدربي. ترجع للترجي، تعود مرة أخرى حمراء وصفراء، كرة من حمدو ملا متريس، ملا تكنيك عند حمدو الهوني، بكرة ملعوبة خطيرة. مرة أخرى وترى حمدو الهوني، مثلث الرعب، مثلث الرعب، مثلث الرعب في هجوم الترجي. حمدو بن ساحة، اخنيسي او وترى، هذا هو المثلث. يعني دفاع الفرق المنافسة للترجي تعاني من هذا المثلث مهما كان الاسم. بعنوان كيف شبحت خيالك، لوسع على بالك لهجوم الترجي امام الفرق المنافسة هذا الموسم، نسخة 2020 و20 على 20 مع معين الشعبان، 20 على 20 مع معين للترجي. الركنية تعود مرة أخرى،
الترجية ملعوبة، كرة من كوامي وترى حمد الهوني يسدد قوية دخيلي وترى عاطف دخيلي رغم قبوله أول هدف في الأشواط الثانية هذا الموسم إلا أنه اليوم هو رجل المباراة في النادي الإفريقي. علامة كاملة لعاطف الدخيلي 30 عام من الحراس اللي نعولوا عليهم كثير في القائمة الدولية للمدرب منظر الكباير.